يلا هاي سكوب حصلنا. لازم اطلع من يجيب شيء. استاذ غزلان، اكو موضوع هواية يحجون به الناس ويمكن من حقك انك تبرري. هواية مطربات متهمين انهم ما تصعد مسرح الا ما تشرب او تتعاطى او هيك امور، شنو تردين على الناس؟ مستحيل. اكو ناس تتهمك انت هذا الاتهام انه تتعاطين. لا انا ما اشرب. ليش انا مو شرب؟ لا يا ريت، هم يقولون التعاطي مخدرات. لا هاي شنو، استغفر الله العظيم. هسه اشرب ما ممكن يعني. بس مو اشرب ممكن يعني. بس لا شنو اتعاطى مثلا؟ يعني قالوا ما تصعد مسرح الا ما تتعاطى نوع من المخدرات. يعني ما اعرف، ما عندي تعليق على هالموضوع. اعتذر منك. يعني اي او لا؟ لا طبعا. ليش هاي الاشاعات دائما ملتصقه بك؟ يمكن لانه ما تردين هوايه على الناس. انا مشروب ما اشرب. حياتي صدق يعني بحياتي ما اشرب. يعني هاي الامور كلها حرام. خلي الزوجة اول مره. لا هاي الموضوع خليه يصير، انا مشيت لك اياها انه من الزوجه. زين. حاب اختم شيء تراثي من صوتك. يلا قول. تحبين مائده نزهت؟ اي طبعا. سالت عنك حافظتها؟ سالت عنك والليالي اللي مرن ليله 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 ليله. سالت عنك والليالي اللي مرن ليلة 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 ليلة. سألت عنك والحمام الدوح والوردة الخميلة. سألت عنك سألت عنك وانت للمهوف سفانة. أنت للملهوف سفانة ودليلة. الله الله على هذا الصوت اللي ينضج ويحلى. تخبلين بالعكس. أنا بس أريد أقول كل سنة وأنتم طيبين.